تبدأ الفتاة بالقصة بعد شكر المنتدى، تقول اسمحوا لي أن أحكي لكم قصة الحكيم الذي جمع تلامذته وحكى لهم السؤال الذي طرح على عابد وطرح على عالم. السؤال موجود وهو يتعلق بما بقدرة الله. هل تتعلق قدرة الله بالمستحيل في ذاته؟ العابد توتر وما أجاب، العالم هو الذي أجاب. هذه القصة جعلت من الفتاة تقول هذا الذي نعاني منه نحن معاشر الشباب، لا نجد من يجيبنا أو يلتفت إلى أسئلتنا أو تعطى أجوبة خطابية عامة، هي مشكلة شباب اليوم التي ينبغي أن تشخص فيها. ثم تنقل، ليش قلت لكم تجربتها حلوة، تقول أنا من درست أو عشت في بلدين، بلد علماني طبعا ما سمت، وبلد مسلم أيضا ما سمت. البلد العلماني لا ديني، المدارس ما في دين، والبلد المسلم الدين فيه في المدارس، المناهج يعني مكثفة، وأيضا بعض المعلمين فيهم شوية إلحاح، حرص يعني، هو قضية يعني بالتالي حماس، لكن أيضا زيادة. فتقول معلمة الفقه تركز على الفرعيات وتهول منها على حساب سيرة البنت، يعني البنت تكون طيبة، تكون مصلية، تكون مستورة، تكون خلوقة، بس تركز على النمص مثلا، وتسقط وتهدر كل سلوك، وتقيم يعني تجعل من هذا الحدث معيارا لبقية السلوك. هذه مشكلة. أما مدرس التوحيد فكان يمنعني مدرسة التوحيد عندما أسألها سؤال شك أو قلق، عند تقولي لا تجاوب هذا، اطرحي نفسك هذه الأسئلة، لا تسألين هذه الأسئلة، ما السؤال جاي غصب عني، ما السؤال ملح، كيف أتغافل عنه؟ هذه أيضا نقطة مهمة، وعلقت على قضية مناهج المدارس التلقينية الحفظ التي تركز قضية السرد من غير تعليم المنهج، وهذه نقطة محورية وجوهرية يا إخوة يا أخوات، قضية المنهج قبل المعلومات والقواعد قبل الزخم الكبير في الصفحات للحفظ وحتى المفيدة يعني.